استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم. استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، والذي قدم لسموه خالص الشكر والتقدير على دعم سموه للتمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي واحد الذي استضافته مملكة البحرين مؤخرا بمشاركة نخبة من القوات الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وخلال اللقاء شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أن الأمن يشكل ركيزة أساسية لكل جهد تنموي، مؤكدا سمو أهمية التدريبات الأمنية المشتركة بين منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية الخليجية في التعامل مع مختلف الظروف والمستجدات الأمنية. وأكد سموه أن الأمن الخليجي كل لا يتجزأ، وأن التحديات والمخاطر المحيطة بالمنطقة تتطلب اليقظة والحذر وتحقيق أقصى درجات التنسيق والجاهزية من خلال التعاون الأمني المشترك للحفاظ على أمن دول وشعوب المجلس بما يهدد أمنها واستقرارها. وأثنى سمو على ما يجسده التمرين الأمني المشترك من صورة للتلاحم والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتأكيدا على وحدة الهدف والمصير الذي يجمع دوله وشعوبه. وأكد سمو دعم مملكة البحرين لكل تحرك غايته تعزيز التكامل والوحدة بين دول مجلس التعاون، داعيا سموه إلى الدفع قدما بخطوات الاتحاد الخليجي والإسراع في الخطوات التي تدعم وتقوي ركائز التعاون الخليجي حفاظا على ما تحقق لشعوب المجلس من مكتسبات ومنجزات. وأشاد سموه بالمستوى المتقدم من الكفاءة والاستعداد الذي أظهره المشاركون في فعاليات التمرين الأمني المشترك من أبناء مملكة البحرين وشقائهم من دول مجلس التعاون، ويعكس ما يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول من دول. من جهته أعرب معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية عن خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه لتعزيز القدرات الأمنية لدول مجلس التعاون، والذي يأتي في إطار ما يبذله سموه من جهود لدفع خطوات التكامل بين دول المجلس بما يحفظ أمنه واستقراره. وأشاد بالتوجيهة السديدة والدعم المتواصل الذي يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لوزارة الداخلية وكافة منتسبيها في النهوض بمسؤولياتهم الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار.